من لوحات يعني خيارات ال انه مثلا شو الافضل او الاريح او الذي يمثل لوحات سفن ادم. هي لوحات الكافية يعني فيها خطوط فيها تقشف يعني باللون او المحصول الالوان في مناطق محددة او بيشتغل على الوجه انه يكون مخلط كان هجين يعني كان من الخيال بعيون متعددة بعيون تركوازية بقبعات اشرفي الوان قوسي قزح. ثم يكونوا في محيط اسود يعني مدلهم يعني وحيدين عزولين يعني يمشوا مع الصيغة التي انا يعني اعيشها يعني حتى الخطوط يعني التي ارسم بها مثلا انا اعطيها المبرر والشرعية او الاشياء او الوجود الباقي يعني هاي التفاصيل يعني تأتي لوحدها يعني انا ما افكر بالعمل الا انه توقف او يرضيني او اقول انه هوني ستوب تأتي هاي اللحظة الإلماعية انه اقول انا ستوب عن اللوحة من دون ان اكملها يعني لكن ما في عدالة بالارض ما في عدالة يعني كان العدالة توزع على حمقى واغبياء واذكياء ونبلاء يعني انا فقدت بعض الناس اللي هن اشرف بالاعمدة في تجربتي اصدقاء ماتوا يعني هذا بسرطان ثدي امرأة وبكورونا ثلاثة اربع اشخاص والذين عندي انا اشبه ما بين قوسين نوع من الحساسيات او الى حد ما الكراهية او العداوة في كل يوم نراهم على اليخوت مع الشمبانيا في جزر هاواي كأنما القضاء والقدر يتربص بالناس الطيبين ويترك أصحاب القلوب المظلمة على اليخوت والشمبانيا للأسف.